الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا، آمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكية مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برساباس وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكية وكيليكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد، واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة، آمين.